وهي أحلى بنات بالعالم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كتير مناح. انت عم تشوفوا فيديو اليوم، اليوم الفيديو رح يكون عن قصة البنت الكاذبة. بس قبل ما نبلش الفيديو، بعد تستعطوا الفيديو لايك كبير وشاركوا كل حدا بتعرفه، وسبسكرايب عشان ما تضيع أي فيديو بنزله في قناتنا، وفعلوا زر التنبيهات اللي جنبه مثل الجرس حتى تصلكم إشعارات من أول ما نزل الفيديو. مثلا هلأ نزلت الفيديو يصلكم إشعار إني نزلته. وأنا هلأ حابة كتير أعتذركم لأني عدت أسبوع ما نزلت لكم فيديو، فكان في عندي كتير ظروف كتير كتير، يعني انه كان انت بتعرف ان احنا في عيد والعيد 4 ايام اليوم وقبله وقبله وقبله. فالحمد لله قدرت لكم اليوم اسوي لكم فيديو، يعني كتير لان كنا مشغولين يعني بالزينة والناس اللي بيجي عنا. فسوري مرة تانية، وكمان حابة اقول لكم كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم كلكم طيبين. وكمان في فرحة تانية عندي، أنا كثير مبسوطة إنه عندي صار فرحتين. الفرحة الأولى إنه يعني العيد وهيك الناس وكل شيء، الفرحة الثانية واللي هي انكم وصلتونا ل 80 ألف مشترك. كتير بحبكم يا أحلى بنات بالعالم وأحلى خوات بالعالم. وهذا شو كمان بدي لكم، نسيت والله، بشكركم طبعا، هذا كله بفضل الله وبفضلكم انتو يا حبايبي يا أحلى خوات. فكمان إذا حابين أعملكم هاشتاج، أنا بفكر أعملكم يا ذهبات، يعني إنه نسميكم ذهبات قصص الألعاب، وإن شاء الله رح نعملكم مفاجأة وتكون يعني حلوة. فما بعرف كثير، خلونا نبلش. يعني كثير طولت لكم بالحكي، خلونا نبلش. يا الهي انني مليلة جدا جدا جدا. حتى الطابة لا تسليني، حتى الطابة وكل الالعاب تلك انها مملة. سوف اقول لابي انني اريد ان اذهب لاتسوق واشتري الاكل والحلويات. ابي 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 ابي, أبي, أبي. ماذا تريدين يا ابنتي؟ أبي أريد أن أذهب إلى أريد أن أذهب إلى الميني ماركت لأشتري بعض الحلويات، لأنني لا أعرف، أريد حلويات. يا ابنتي ماذا أقول لك؟ أنت الآن صغيرة جدا وليس لديك أي أخ ليأخذك إلى هناك، فأنا أيضا مشغول الآن لكي حتى أخذك، فلن أدعك تذهبين الآن. أبي أرجوك. لا يصح يا ابنتي، لا يصح. أفعل لك ما تشاء ابنتي، قلت لك أنك أنت الصغيرة، لم أقل لك شيئا آخر. أبي أرجوك. أم حسن سوف لا أعرف ماذا سوف أقول لك. حسن حسن اذهب إلى الميني ماركت، لكن انتبهي جيدا. ألم أقل لك أنني لست صغيرة؟ أنت تفعل ذلك دائما حجة. حسنا يا ابنتي، هيا تفضلي، هيا النقود وهيا اذهبي. حسنا يا ابي. ان اليوم اجمل يوم في حياتي لاني خرجت من البيت واخيرا سوف اشتري الحلويات وهكذا. لقد وصلت، لكن 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 يوجد في بالي فكرة جميلة جدا. ما رأي ان اذهب لصديقتي لاجلس عندها؟ ان ابي لا يدعني ان اذهب عندها. حسن حسن، فكرتي جميلة جدا، سوف أذهب إليها وسوف أجلس معها وسوف أستمتع جدا جدا، لكنني لم أقل لها أنني أريد أن أذهب. وماذا سوف أفعل؟ أذهب للميني ماركت وأقول لتلك المرأة إن الشوارع مليئة. حسن لقد وصلت، سوف أدخل الآن. سيدتي، تفضلي، ماذا تريدين يا الطفلة الصغيرة؟ هل يوجد لديك هاتف؟ أريد أتكلم قليلا. حسنا تفضلي. سوف أكلم صديقتي. نعم صديقتي، كيف حالك؟ أريد أن آتي عندك، هل أنت مشغولة أم لا؟ حسنا سوف آتي، إلى اللقاء. شكرا لك. عفوا يا ابنتي، هيا اذهبي. حسنا إنني سعيدة جدا، سوف أخذ من هذه الحلويات اللذيذة. لذيذة لذيذة جدا جدا جدا. أريد أن أخذ هذه البارود لصديقتي، تفضل. شكرا لك. أدخل إلى المحل. إن الحلوية لذيذة جدا. سوف أذوق. أظن أن صديقتي أتت، سوف أذهب وأفتح لها الباب. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا
هناك، لما أنت بالبيجامة لست ترتدين ملابس جميلة مثل كل مرة. سوف أقول لك الآن، اجلسي. أنا لقد كتبت على أبي وقلت له أنني أريد، أنا كنت بالطبع سأذهب إلى الميني ماركت وأشتري بعض الحلويات، لكن في طريقي قلت لماذا لا أذهب إلى صديقتي. أبي لا يدعني أن أذهب أن أتي عندك. لماذا يا صديقتي؟ لو قلت لي كان لكان لك لا أعرف ماذا أقول لك. لدعته يتصل بنا وأقول له أنا، وكان ليوافق. لا، الحمد لله أنني أتيت عندك وأخيرا. وتفضلي، هذه الورود لقد حضرتها لك من مصروفي. شكرا لك، لكن لا يجوز يا صديقتي، لأن أباك سوف يقلق. سوف أجلس دقيقة قليلا وسوف أعود حتى لا يتضح الأمر أنني فعلت ذلك. حسنا، لكنني أنا لست بخير بما أنك هكذا. لا تحزني، هيا تعالي لنلعب أنا وأنت. حسنا هيا، لكن سأقول لك شيئا، أنا لن أكون مرتاحة أبدا إن لم تقولي لأباك. لا تخافي، عندما أقول له سوف أقول، عندما أرجع للبيت سوف أقول له، لن أقول له. اصبري فقط، هيا لنلعب. حسنا، بالمناسبة شكرا على تلك الوريدة الجميلة جدا. حسنا، عفوا. وبعد مرور ساعة كاملة، صديقتي، من هناك؟ لقد مر وقت طويل وأنت لم تعدي إلى المنزل، والآن أباك سوف يشغل عقله. ماذا بك؟ لقد نسيت، هي سوف أذهب بسرعة. حسنا، هيا، سأعود إلى المنزل بسرعة. يا إلهي، ها ابنتي، لقد شغلت لي بالي. أين كنت؟ لماذا هكذا؟ لماذا أطلت هكذا؟ وأين أين الذي، أين ما قلته لي أنك تريدين أن تشتريه؟ أين الحلويات؟ أبي، هيا اعترفي، أين كنت؟ أبي لقد ذهبت وأكلت. ماذا سوف أقول؟ نعم، أبي ذهبت إلى محل البوظة وأكلت عنده، وجلست فقط قليلا إلى أن أكلت البوظة ورجعت. الشخص لا يطيل هكذا بأكل البوظة. أجلست ساعة كاملة لتأكل البوظة؟ أبي لا، بل نعم، ذهبت إلى الميني ماركت لأشتري الحلويات، لكن لم أجد حلويات لذيذة مثل ما أريدها. إلى أن جلست نصف ساعة لأبحث عن حلويات ولم أجد، ثم ذهبت إلى البوظة. يا ابنتي، لكن مرة أخرى تقول إلى لي الصدق ولا تكذبين علي. حسنا يا أبي، سوف أجلس. يا إلهي، ماذا سوف أفعل بتلك الفتاة؟ وبعد مرور وقت طويل، يا إلهي، من الهاتف أيضا، سوف أرى من. نعم، ماذا؟ قلت لك أنها كانت عندك؟ نسيت حقيبتها، بل نسيت النقود. فعلا؟ حسنا، سوف أناديها. إلى اللقاء. ماذا؟ كذبت علي وذهبت إلى صديقتها؟ سوف أريها. كلارا؟ كلارا، ماذا يا أبي؟ ماذا هناك؟ لماذا أنت هكذا متعصب وحزين؟ أنا متعصب منك أنت، لكن أنا، ما السبب؟ ما دخلي؟ تعالي هنا. لماذا كذبت علي وذهبت إلى صديقتك ولم تقولي لي؟ أنني خشيت أن لا أعرف أبي، كنت في الطريق وذهبت إلى صديقتي، ذهبت إلى محل الميني ماركت لأشتري الحلويات، فثم غيرت رأيي وذهبت إلى منزلها. وكيف عرفت صديقتك أنك سوف تذهبين عندها؟ أتيت إلى الميني ماركت وقلت التي في المتجر أن تعطيني هاتف، وقلت لصديقتي أنني سوف أريد أذهب. أحسن يا ابنتي، لكن لماذا فعلت ذلك؟ أنا مسامحك، ولكن لماذا فعلت ذلك؟ أنا قلق، أقلق عليك جدا يا ابنتي. لو قلت لي لا جعلتك تذهبين مع أمك وجلست عندها وقت أطول وبملابس جميلة وكل شيء جميل. أبي، أجد أن لا تر لا أعرف أن سوف أقول لك. ابنتي، إذا أتيها مرة أخرى
لن أسامحك أبدا ولن أعدك ابنتي. حسنا، فهمتي ذلك؟ حزن يا أبي، تعالي يا ابنتي، لا تحزن. ولهيك بينكم وصلنا يا حبايبي، يا أحلى خوات بالعالم، لنهاية الفيديو. بتمنى تعجبكم وتنبسطوا واستمتعتوا في هذا الفيديو. إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوا هاشتاج حمل التوصيل. أو لا، نحن خلصنا الهاشتاج زمان، فتمام. هلا أنا كتير بحبكم مرة ثانية، وبتشكركم لأنكم وصلتوني لل 80,000 مشترك. بدنا نوصل ل 100,000 مشترك بأسرع وقت، يعني قلت لكم من هون، يعني بدنا نوصل ل 100,000، راح تكون فرحة كبيرة كتير كتير إلي. فكمان شو بدي لكم، قربت المدارس، جهزوا حالكم واكتبوا لي في الكومنتات إذا جهزتوا حالكم أو لا. فكمان شو كنت بدي لكم، شو حابين اعملكم هاشتاج؟ اذا حابين اعملكم هاشتاج للتوصيل ل 90,000 او ل 100,000، يعني اللي متحمس يصير 100,000 يكتب لي هاشتاج 100,000، للي متحمس بس بده يعني نوصل 90,000 بعدين 100,000 يكتب لي برضه بالكومنتات. وبحبكم كتير كتير كتير، ويلا سلام.